المملكة ضمن المجموعة الأولى لأعلى الدول الرائدة في مجالي تقديم الخدمات الحكومية والتفاعل مع المواطنين. المملكة تحتل المركز الأول عربياً في التعليم الإلكتروني وأبحاث كورونا. المملكة الأولى عربياً في تقرير السعادة العالمي لعام 2021. المملكة الأولى عربياً في النقل البحري بتقرير مؤتمر الأمم المتحدة السنوي. المملكة الأكثر تقدماً وإصلاحاً في الأنظمة واللوائح المرتبطة بالمرأة بين 190 دولة. المملكة تتفوق على 180 دولة لتصبح الأولى عالمياً في مؤشرات الأداء البيئي. المملكة الأولى عالمياً في مؤشر ثقة المستهلك بتوجهات الاقتصاد المحلي. المملكة المرتبة الأولى عالمياً في استجابة الحكومة لجائحة كورونا واستجابة رواد الأعمال للجائحة. انتخاب المملكة العربية السعودية عضواً أصيلاً في مجلس منظمة العمل الدولية. السعودية الأولى على مستوى الوطن العربي والشرق الأوسط وقارة آسيا في المؤشر العالمي للأمن السيبراني والثانية عالمياً. المملكة تتصدر الدول العربية في البحث العلمي وفقاً لمؤشر نيتشر 2021. المملكة الأولى عالمياً في 4 مؤشرات لريادة الأعمال. المملكة تتصدر رقمياً دول مجموعة 20.